فوزي رجعت صار له شي. اتصلي بالاسعاف بسرعة. ماشي لا تقرب منه. هات لا اتصل فيه. ألو، اتفضل، أنا مريم. شو قلت؟ مو معقول. شو عم تقول؟ قتلوا يلي ما بيخافوا من الله. هذا حدث سير. لا، هنن اللي قتلوه. دكتور لحظة، دكتور بترجاك تسمح لي نشوفه، لازم وضعه لآخر مرة. ما بيصير. أنا متأكدة إنه ما نو حادث سير، صدقني هنن اللي قتلوه. كان ماشي قدامنا ساعة بيسرع وساعة تانية بيمشي على مهل، فكرنا سيارته معطلة، وبعدها حاول إنه يهدي ويصف على اليمين بس ما قدر، كان كتير مأسرع لهيك ما قدر يتحكم بالسيارة. هذا الشي اللي شفناه حضرة المساعد. طيب انتو ما لاحظتوا اي شي غير هيك على الطريق؟ بلكي في سيارة كانت عم تلاحق على الطريق وعم تركض ورا. ما كان في سيارة غير سيارتنا. ست مريم، انت متأكد؟ حاول تتذكر، بجوز كان في حدا غيركم انتو عم يلاحقوا. اسمحي لنا ست مريم، تفضلوا على المكتب، بدي اخذ افادتكم. هذا هو شغله. بيت رجدان قاصدين يسكتوه لحتى ما يحكي. لا تتبلي العالم، لا تضطريني احبسك بعدين. بس هي جريمة مقصودة، ما انا مجرد حادث سير. قبل ما يطلع تقرير الطبيب الشرعي ما فينا نحكي، كان في شهود وسمعتي شو قالوا. يا حضرة المساعد، بيت رجدان ورا هالشي. قلت لك حاجة تتهم العالم. ما اقول. بقية حياتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل. بعتقد إنه صار في جهة هو عم يسوق السيارة. قلبه ما تحمل اللي عمله هداك الواطي. عم يقولوا بعد حدا طلع بوشه بعد اللي صار. كان بيحب تقولي ابنه.
وبالنهاية يسود له وشه قليل الوجدان، قاعد بحضن منه وعم ينتفض بأمه. كان زلم كتير منيح وقلبه لله، الله يرحمه. آمين. والحمد لله رب العالمين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.